اتصال هاتفي الأستاذ يحيى الراشد رئيس مجلس إدارة مياه محمل المدينة معنا على الخط. أهلا ومرحبا بك. يا أهلا ومرحبا بك. يا أهلا ومرحبا بك، وإن شاء الله حابين ناخذ منك كده تهنئة ونسمع إيش حابين تقولوا في هذا اليوم الغالي والعزيز لنا جميعا، الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. أولا أشكركم وأشكر الجميع على هذه الاستضافة، بأن نشارك مع الجميع فرحتنا جميعا بمناسبة اليوم الوطني. حقيقة يسعدنا كأعضاء مجلس إدارة الشركة أن نهنئ القيادة الحكيمة وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين أمير محمد بن سلمان أدام الله عزه، وإلى شعبنا السعودي الكريم الوفي الذي حقيقة ندعو الله عز وجل ونسأله سبحانه أن يديم على هذه الدولة المباركة الأمن والأمان والاستقرار والعز والسلام في ظل هذه الحكومة الرشيدة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظها عزا للإسلام والمسلمين. فكما تلاحظون في هذه الأيام الكل يبادر بالتهنئة على حسب جهده وقدر استطاعته، وكما تلاحظون الشركات بادرت بالتعبير عن هذه الفرحة تعبيرا صريحا وواضحا بوضع عروض ومناسبات جميلة تشارك المواطنين بهذه الفرحة، وتعبيرا حقيقيا بصدق المحبة لهذا الوطن العظيم ولهذه الحكومة المباركة القشيدة. يعطيكم العافية. طيب وما شاء الله يعني بدي أعرف إيش عروضكم أستاذ يحيى، بس نبغى نعرف إيش عروضكم عشان يعني كمان يعني عروضنا حقيقة موجودة على السوشيال ميديا بشكل عام كاملا، وهي عروض تتناسب وتتناغم مع المرور 88 عام على توحيد الدولة المباركة، فنزلت الأسعار إلى أن توافق نفس الرقم تقريبا. صحيح. يعطيك العافية. ما كان معنا الأستاذ يحيى بن عبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة مياه